أبنائي وبناتي طلاب الصف الخامس الابتدائي في كل مكان، أهلا بكم. النهاردة معانا درس جديد من دروس اللغة العربية، وهو النص المعلوماتي التجارة على مر الزمان. ويلا يا ولاد مع بعض نبدأ قراءة وشرح الدرس. تعد التجارة وسيلة من وسائل التبادل التي يستخدمها الناس في تبادل المنافع والسلع الضرورية، وتعد يعني تعتبر. وفي عندنا وسيلة ووسائل مفرد وجمع، وعندنا المنافع مفردة المنفعة، والسلع مفردة السلعة، والضرورية يعني الأساسية. وهنا عايز يقول لنا إن التجارة بتعتبر وسيلة من وسائل التبادل اللي بيستخدمها الإنسان في تبادل السلع والبضائع الضرورية والأساسية، كما أنها تعد من أكثر الأنشطة التي مارسها الإنسان قديما. يبقى التجارة دي تعتبر من أكثر الأنشطة اللي الإنسان مارسها منذ القدم، والتي كانت سببا في حدوث تطورات كبيرة للحياة الإنسانية. وإن التجارة دي كانت سبب في حدوث التطورات الكبيرة في حياة الإنسان، ويعود تاريخ التجارة إلى 10,000 عام قبل الميلاد. يبقى التجارة دي مش حاجة جديدة ولا حاجة حديثة، لا، ده التجارة دي تاريخها بيعود إلى 10,000 سنة قبل الميلاد، حيث كانت آنذاك يا أولاد يعني في ذلك الوقت متركزة على تربية المواشي والمتاجرة فيها. يبقى التجارة زمان كانت متركزة على إيه؟ تربية المواشي، اللي هي طبعا البهائم زي الجاموس والأبقار والأغنام والماعز، والمتاجرة فيها كانوا طبعا بيتاجروا في المواشي دي. ليه؟ لكونها من أبرز الموارد الغذائية، أبرز يعني من أهم الموارد الغذائية اللي كان بيعتمد عليها الإنسان في غذائه. يبقى لما يجي يسألك ويقول لك ما أهمية التجارة للحياة الإنسانية، تقول له إيه؟ أنها وسيلة من وسائل التبادل التي يستخدمها الناس في تبادل المنافع والسلع الضرورية. السؤال الثاني، متى بدأت معرفة الإنسان بالتجارة؟ طبعا إيه؟ بدأت معرفة الإنسان للتجارة إلى 10,000 عام قبل الميلاد. بننتقل يا أولاد إلى الفكرة الثانية. مع مرور الوقت ظهرت عمليات المقايضة، ولكن اعتمادها على وجود رغبة بين الطرفين أدى إلى فشلها. يبقى المقايضة هي تبادل سلعة بسلعة أخرى، ولكن اعتماد المقايضة على وجود رغبة بين الطرفين أدى إلى فشلها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا مثلا عندي بيض وإنت عندك رز، فإنت هتديني الرز وأنا هديك البيض، فبنقيض بعض. إنت عندك سمك وأنا عندي أرانب، إنت هتديني السمك وأنا هديك الأرانب، كده هنقيض بعض. ولكن اعتماد الطريقة دي على رغبة بين الطرفين، لازم يكون الطرفين عايزين السلعة دي، أدى إلى فشل عمليات المقايضة. فمثلا بتلاقي وليكن كل الناس بدأ يكون عندها بيض وهي محتاجة تشتري سلعة تانية، فمش هتقدر تشتري السلعة التانية لأن محدش هيرضى مثلا ياخد البيض. فزي ما بنقول أدى الكلام ده لفشل عملية المقايضة، فبدأوا يفكروا في عملية تجارية أخرى، وهو ما أدى لظهور بعض العمليات التجارية الجديدة. زي إيه يا أولاد؟ كالمتاجرة بالأصداف، هما يتاجروا ويبادلوا بعض بالأصداف زي ما احنا شايفين في الصورة، وبعض الأغراض الثمينة، ثمينة يعني الغالية، كوسيلة للتبادل التجاري. وما ساعد على استخدامها أنها تنتج بشكل طبيعي، أن الأصداف دي بتبقى موجودة بشكل طبيعي ومحدود، محدود يا أولاد يعني قليل، فضلا يعني زيادة عن صلابتها، أن الأصداف دي بتبقى إيه؟ شديدة الصلابة. إلا أن إنتاجها بشكل محدود جعل الناس يفكرون في استخدام المعادن. فلما الناس لقت أن الأصداف دي إنتاجها بشكل قليل ومحدود، بدأوا يفكروا في استخدام المعادن كالذهب والبرونز والنحاس والفضة لتوفير قدر من المرونة للحصول على مختلف السلع، عشان نقدر نشتري إيه؟ مختلف البضائع والسلع. وبدأ بذلك الاستخدام الأولي للعملات الأجنبية. بدأ بعد كده إيه؟ إن هم يستخدموا العملات المعدنية، اللي هي طبعا مصنوعة زي ما احنا قلنا منين؟ من المعادن. يبقى لما يجي يقول لك ويسألك لماذا فشلت المقايضة في الاستمرار، هتقول له إيه؟ لأن اعتمادها على وجود رغبة بين الطرفين. السؤال الثاني، لماذا استخدم الناس المعادن بديلا للأصداف؟ طبعا لأن إنتاج الأصداف محدود. على الصعيد التجاري ظهرت بعض أنواع التجارة القديمة كتجارة الحرير والأقمشة والورق والبارود، فبدأت بعض التجارات تظهر وأنواع من التجارات القديمة تظهر زي تجارة الحرير والأقمشة والورق والبارود. كما ظهرت الأسواق التجارية البسيطة، بدأ يبقى في بعض الأسواق البسيطة كده تظهر التي يتم فيها البيع والشراء، والبيع والشراء طبعا بينهما تضاد، الاثنين عكس بعض. ثم بدأت عمليات التجارة تتخذ الطابع الخارجي. بعد ما كانت أسواق بسيطة، بدأت التجارة بتتخذ الطابع
الخارجي مع زيادة القوافل عبر الطرق التجارية، وده طبعا مع الايه القوافل اللي هي طبعا قوافل الجمال اللي كانت بتشيل طبعا الايه السلع والبضائع وتنقلها من مكان للتاني. ما يسألك ويقول لك اذكر بعض انواع سلع التجارة القديمة. ايه هي السلع دي؟ زي ايه؟ الحرير والاقمشة والورق والبارود. كيف بدأت التجارة الخارجية؟ عن طريق الايه القوافل عبر الطرق التجارية. مع العمليات الاستكشافية للعديد من مناطق العالم أصبحت العمليات التجارية أكثر مرونة. يعني بعد ما تم اكتشاف مناطق جديدة في العالم زي أمريكا مثلا الشمالية أو الجنوبية، أصبحت العمليات التجارية أكثر مرونة. بدأت الإيه التجارة بتنتشر أكثر، وصارت هناك رحلات موسمية تجارية. بدأ يكون في إيه رحلات موسمية تجارية، أي رحلات لها مواعيد إيه محددة. تلك الرحلات تم بسببها عقد كثير من الاتفاقيات. طبعا لما كان بيبقى في رحلات تجارية كان بيبقى في اتفاقيات بين التجار، ومن ثم ظهرت بعض الشركات التي ظلت تتطور لتصبح جزءا من الواقع التجاري. وبدأ بقى ايه يظهر بعض الشركات اللي بدأت ايه تزدهر وتتطور عشان تصبح من الواقع الايه التجاري اللي عايشينه، وهو ما أدى إلى ظهور قوة تجارية عالمية ضخمة مع مرور الوقت. يعني بدأ يظهر قوة تجارية عالمية كبيرة بمرور الوقت. لما يسألك ويقول لك ما أثر الرحلات الاستكشافية والموسمية في تطور التجارة، طبعا إيه أدى إلى عقد الكثير من الاتفاقيات التجارية. كيف ظهرت الشركات التجارية؟ طبعا الشركات التجارية دي أولاد ظهرت بسبب الرحلات الموسمية التجارية واللي كان بيتم فيها عقد الكثير من الاتفاقيات. بننتقل بعد كده لأنواع التجارة. فالتجارة أنواع، منها التجارة الداخلية وهي التي تحدث داخل البلاد، وكذلك التجارة الخارجية وهي التي يتم فيها تداول السلع بين بلدين مختلفين. هناك نوع آخر من التجارة ظهر حديثا عكس حديثا قديما، ألا وهو التجارة الإلكترونية، وهي تشير إلى الأنشطة التجارية التي تتم عبر الإنترنت. يبقى احنا يا أولاد عندنا 3 أنواع من التجارة. تجارة داخلية ودي بتبقى داخل البلد زي مثلا ايه بين القاهرة واسكندرية او القاهرة واسوان. اما التجارة الخارجية فبتبقى بين دولة ودولة اخرى زي مثلا مصر والسعودية، مصر والصين. عندنا كمان التجارة الالكترونية ودي اولاد اللي بتتم عن طريق الايه الانترنت. بالنسبة للأسئلة الموجودة على الفقرة، ما الفرق بين التجارة الداخلية والخارجية؟ وطبعا احنا قلنا الفرق. وما الوسيلة التي تتم خلالها التجارة الالكترونية؟ طبعا عن طريق الانترنت. بننتقل الى اخر جزء معانا يا اولاد في الدرس. للتجارة دور مهم في تنمية الاقتصاد. يعني التجارة لها دور مهم في زيادة وتنمية الاقتصاد، فضلا عن يعني زيادة عن تغييرها للعالم بدفع الإنتاجية. يبقى التجارة بتزود الإنتاج ونشر التكنولوجيا الجديدة وبتنشر التكنولوجيا الجديدة وجعل المنتجات أقل تكلفة. يبقى التجارة وانتشار التجارة بيخلي المنتجات بتبقى أقل تكلفة، فهي تشكل عاملا بالغ الأهمية، بالغ يعني كبير الأهمية بالنسبة للتمويل، وتقدم التنمية الاقتصادية في البلدان النامية. والتجارة دي بتجعل البلدان النامية اقتصادها بيرقى ويزدهر، حيث تعتمد عليها في تأمين السلع الضرورية. تأمين يعني ضمان وتوفير السلع الضرورية، يعني السلع الأساسية. كما تعتمد مستويات الادخار والاستثمار فيها على حصيلة التبادل الخارجي. يعني الدول ده هي بتبدأ ان هي طبعا ايه تصدر وتستورد، ودي طبعا ايه عن طريق الايه التجارة. لذا علينا ان نهتم بالتجارة، عشان كده لازم نهتم بالتجارة ونرفع حصيلتها. يعني نرفع حصيلتها يعني ايه يا اولاد؟ ان احنا نزود التجارة بتاعتنا نظرا لأهميتها الكبرى، عشان التجارة طبعا لها أهمية كبيرة في تنمية الاقتصاد الوطني. يبقى لما يجي يسألك ويقول لك ما تأثير التجارة على أسعار المنتجات، طبعا التجارة بتؤدي إلى خفض تكلفة المنتجات. السؤال الثاني، لماذا يجب الاهتمام برفع حصيلة التجارة؟ لأهميتها الكبرى في تنمية الاقتصاد الوطني. بكده يا أولاد نكون وصلنا لنهاية شرح درسنا النهاردة، وهو النص المعلوماتي التجارة على مر الزمان. أرجو التوفيق والنجاح لكل الطلاب. استنوني على قناتي وحل الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.